أهلا بكم. بعد أيام من الدبلوماسية الرفيعة التي شهدت توقيع اتفاقيات وتفاهمات جديدة، اختتم السوداني زيارته إلى مصر وتونس ليعود إلى بغداد محملا بآمال وطموحات تسعى لتوسيع آفاق التعاون العربي في مرحلة حساسة. وللملف الاقتصادي كان الدور الأكبر، خصوصاً في ظل سعي الحكومة العراقية لاستقطاب كبرى الشركات العالمية والعربية للاستثمار في قطاعات مختلفة، أبرزها مشاريع إعمار البنى التحتية والخدمات. هذه الزيارة تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية متشابكة تطرح تساؤلات عميقة حول قدرة الدول العربية على تحويل هذه الشراكات إلى واقع ملموس ينعكس على شعوبها. فمع عودته يطرح السؤال، هل ستثمر هذه الجهود في إحداث تغيير جوهري في مسار العلاقات العراقية العربية؟ كل هذا وأكثر سنعرفه في حصاد الليلة. أهلا بكم.